ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو التريلر للفيلم الجديد او الجزء الثاني للفيلم الرعب سمايل. بعتذر جدا لو بقالي يوم او يومين ما بنزلش فيديوهات، عشان احنا دايما هنا متعودين على هوم سينما ان احنا تقريبا بنحاول ان احنا ننزل فيديوهات كل يوم على قد ما نقدر، بس انتوا عارفين بقالنا يومين ثلاثة في موضوع قطع الكهرباء ده، فبالنسبة لي الموضوع صعب شوية ان انا اعرف اصور اي فيديوهات خالص، لان احنا تقريبا الكهرباء عندنا بتقطع فوق الست ساعات او سبع ساعات، فالموضوع صعب شوية في موضوع ان انت تصور فيديوهات والكلام ده كله. انا اصلا يعني I barely watch movies، يعني انا اصلا يعني بقالي يومين ثلاثة بحاول على قد ما اقدر ان انا ما صورش، بس في نفس الوقت استغل الفرصة واقعد اتفرج على افلام. يعني ممكن اخد لي مثلا بتاع خمس ست افلام ورا بعض جداد وابدأ ان انا اعمل لهم ريفيو في خبطة واحدة او في قعدة واحدة، فاعذروني لو بقالي يوم او يومين ما منزلش اي فيديوهات، لان احنا دايما متعودين بننزل كل يوم، بس بجد حقيقي غصب عني. يعني فاول ما جت الفرصة ان احنا بنصور دلوقتي، احنا بنصور دلوقتي الساعة 11 الصبح، فدي انا شايف ان هي فرصة كويسة ان النور ما بيقطعش في الوقت ده، فقلنا وانا مطبق على فكره لسه لحد دلوقتي انا ما نمتش، انا مطبق. فاحنا دلوقتي بنصور الفيديوز اللي احنا هنخبطه، احنا حرفيا في قاعده زي دي هناخد لنا مثلا حبه فيديوهات حلوه كده ورا بعض. و لان بصراحه انا حوار الكهرباء ده انا مش ضامنه، يعني في موضوع قطع الكهرباء ده انا مش ضامنها، فقلت اخبط بقى كذا فيديو ورا بعض وبعد كده بقى نخش في مرحله المونتاج، يعني فاهمين. قبل ما نبدا حلقتنا اتمنى ان انتوا تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا، لان ده بجد يا جماعه بيفيدنا، وما تنسوش اللايك والشير، يلا بينا نبدا حلقه فيلمنا النهارده. هو الجزء الثاني، او بمعنى الاصح هو الفيلم السيكوال لفيلم سمايل اللي كان الجزء الاولاني كان نزل سنه 2022، ومعانا داخلين في 2024 معنا الجزء الثاني لفيلم سمايل اللي مفترض ان هو هينزل يوم 18 اكتوبر قبل عيد ميلادي بيوم، وهيكون من كتابه ومن اخراج المخرج باركر فين، وهو هو نفس على فكره نفس المخرج اللي كان قدم لنا قبل كده الجزء الاولاني لفيلم سمايل. بس اللي يختلف معانا في الجزء ده ان الجزء ده الكاستلس بتاعه او الناس الممثلين الموجودين في الفيلم ده مش هم نفس الممثلين بتوع الجزء الاولاني تقريبا، على ما اظن هنشوفه حاجه تانية خالص غير الجزء الاولاني. انا بصراحه فيلم سمايل الجزء الاولاني ما جاش معايا سكه قوي، يعني ما كانش من الافلام الرعب المميزه بالنسبه لي في سنتها يعني في 2022، بس طبعا كان عليه ضجه كبيره وكان عليه هايبنس كبيره والكلام ده كله، والفيلم لقى نجاح كبير جدا 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 على مستوى الايرادات. ولكن هو كفيلم فيلم يعني كفيلم رعب، انا شايف من وجهه نظري ان هو كان فيلم بصراحه يعني مش قد التوقعات خالص، حتى تقريبا if I'm not mistaken يعني تقريبا على ما اظن تقريبا كنت مديله 6/10 او 6.5/10 يعني، فهو ما كانش احسن حاجه انا شايف، يعني كان ممكن يبقى احسن من كده ويتعمل احسن من كده، بس انا بصراحه يعني ما كانش يعني انا بالنسبه لي ما كانش احسن حاجه، خصوصا الفيلم على فكره نجح نجاح رهيب، يعني الفيلم تقريبا كسر الحاجز بتاع ال 200 مليون، واصلا البادجت بتاع الفيلم كان صغير جدا، البادجت بتاع الفيلم كان 17 مليون، فالفيلم يعني كسر الدنيا بمعنى الكلمه. الفيلم اللي نزل الاعلان بتاعه او نزل التريلر بتاعه تقريبا على ما اعتقد من 5-6 ايام، بس انا بجد حرفيا انا من ساعتها لسه ما شفتهوش، وقلت ان انا هنتهز بقى الفرصه دي ومش عايز اتفرج عليه، قلت بقى اسيبه احسن نعمله تريلر رياكشن، خصوصا ان في فيلم تاني هنعمله برده تريلر رياكشن ان شاء الله باذن الله، هتكون الحلقه اللي بعد دي غالبا موست بروبلي هتكون الحلقه اللي بعد دي، وهو فيلم رعب برده، بس مش هقول ايه دلوقتي، هقول وقتها في الحلقه. والفيلم ده هيكون او التريلر ده هيكون تيزر، يعني التريلر اللي معانا النهارده بتاع فيلم سمايل الجزء الثاني هيكون اوفيشال تيزر، وبرده الفيلم الرعب الثاني اللي احنا هنعمله برده تريلر رياكشن برده هيكون تيزر، فبرده عشان تكونوا عارفين احنا في التيزر رياكشنز احنا ما بنديش نسبه ترقب، بس احنا برده بنحب نطلع على الفيلم. وطبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره هشوفه مع كل اول مره، انا مستغرب جدا جدا ان هو تيزر، لان حاسس ان التريلر طويل، فانا مستغرب جدا يعني ما اعرفش يعني التيزر اولموست 2 مينتس، فانا مش فاهم، امال لو تريلر هيبقى 5 دقايق، فانا ما اعرفش انا مستغرب. فعامه ما اعرفش هنشوف هنديله نسبه ترقب ولا لا، بس ده تيزر، فاحنا متعودين دايما ان التيزر ملهوش نسبه ترقب، شايف يعني طالما التيزر كبير قوي يعني مثلا مش 30 40 ثانيه وجو دقيقه وبتاع، بس انا شايف اولموست 2 مينتس وحاجه، فانا غالبا ممكن ادي نسبه ترقب لان انا حاسس ان التريلر هيكون كبير يعني. طبعا كان عم شفتش التريلر ولا مره هشوفه معاكم دلوقتي اول مره سمايل الجزء الثاني، يلا بينا. Hello? Louis?
keep seeing this face everywhere. اوكي، هو عامه التيزر برضه صغير قوي، ده حكينا علينا ولد اللذين على موضوع ان هو دقيقتين وبتاع. ما اعرفش ليه انا برضه ما اتبسطتش، يعني مش عارف، يعني حاسس ان انا ما اتبسطتش بصراحه برضه من الفيلم. انا برضه يعني الى حد ما برضه حاسس ان التيزر مش شارح البلوت شويه بتاع الموفي. يعني الحاجه الوحيده اللي فهمتها ان دي تقريبا هي يعني المفروض ان هي مغنيه مشهوره، الاخت مشعر اصفر دي المفروض ان هي مغنيه مشهوره وعندها بقى يعني راح تعمل عندها حفله غنائيه والكلام ده كله، فابتدت ان هي تتعرف واحده واحده على الجمهور يعني بتاعها وكده، فبيبدا يظهر موضوع السمايل فيس ده والكلام ده كله. بس انا ما اتبسطتش بصراحه، ما اتبسطتش. التريلر مش عاجبني خالص، يمكن عشان هو تيزر فما اتبسطتش. انا الجزء الاولاني انا مش فاكر عملت له تريلر رياكشن ولا لا، بس تقريبا على ما اعتقد ما عملتلوش تريلر رياكشن. بس بصراحه التريلر بتاع الجزء الاولاني كان عاجبني، يعني الفيلم ما عجبنيش قوي. الجزء الاولاني كان عادي فشخ يعني كفيلم رعب، بس التريلر بصراحه بتاع الجزء الاولاني كان حلو، يعني انا بصراحه كان حلو واشتريت، وعشان كده انا اتفرجت على الفيلم وعملت له مراجعه. لكن الفيلم ده التريلر مش عاجبني خالص، يمكن عشان هو تيزر، فغالبا موست بروبلي عشان هو تيزر فالفيلم مش عاجبني بصراحه، او الاعلان بمعنى صح مش عاجبني. فانا نسبه الترقب بتاعتي لو هبقى يعني لو حدي نسبه ترقب بالنسبه للتريلر ده هبقى قاسي شويه، لان انا ممكن ادي نسبه ترقب 4/10 مش اكتر من كده، لان انا حاسس انا ما شفتش اي حاجه. وبصراحه يعني ما شفتش اي حاجه تشد انتباهي، ولا عجبني ان ما فيش حاجه اتحرقت قوي من البلوت، بس انا التريلر مش عاجبني. وبعد كده غريبه قوي، يعني الفيلم ده لسه في اكتوبر واحنا في شهر 6، فغريبه فشخ ان هو ينزلوا تريلر دلوقتي. ما علينا، مش عارف مستغرب. ممكن الله اعلم، ممكن لما ينزل الاوفيشال تريلر ممكن يبقى نسبه ترقبي اعلى من كده، واتمنى ان هو نسبه ترقبي تبقى اعلى من كده، لان انا بصراحه زي ما قلت الجزء الاول ما كانش احسن حاجه، فيمكن الجزء الثاني الله اعلم يبقى احسن منه. بس التريلر من اللي انا شفته انا ما مش شايف اي حاجه فيها، يعني مش شايف فيها حاجه فشيخه، يعني انا حاسس ان التريلر عادي جدا، فيلم عادي جدا، مش شايف فيه اي حاجه واو. يعني بصراحه ما فيش اي حاجه نفصص، يعني انا حتى كنت قلت يمكن نفصص حاجه ونتكلم عن حاجه ندور على حاجه في التريلر، بس انا مش شايف اي حاجه توضع للتفصيص. يعني عامه ذاتس ات، ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها عن التريلر للاسف بتاع سمايل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو ثاني قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وتنسوش برضه تعمل سبسكرايب للشانل الثاني اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم لينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم لينكس في الديسكربشن. وباي باي.